مرحبا أيها المفكرون الصغار، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الميم. هكذا يكون شكل حرف الميم. سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية حتى نتمكن من معرفة الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. انتبهوا جيداً أعزائي إلى لفظ حرف الميم. اسم الدرس هو أحلم أن أكون. أستمع إلى قصة حرف الميم. قال وسيم: أحلم أن أكون مهندساً. قالت سمسم: أحلم أن أكون معلمة. قال سكر: أحلم أن أكون مصورا. قال بابا: أتمنى أن أراكم كما تحلمون. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. هنا أريد منك عزيز الطالب أن تجاوب عن هذا السؤال: ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل حتى تصبح طالباً مفكراً ومبدعاً؟ عليك أن تفكر بماذا سوف تكون في المستقبل. هنا في ورقة العمل هذه سوف تتحدث هنا عن الأشياء التي يوجد فيها حرف الميم في هذه الصورة. انظروا جيداً إلى حرف الميم. ماذا يوجد أشياء بحرف الميم في هذه الصورة؟ انتبهوا جيداً وتحدثوا بطريقتكم الخاصة عن الأشياء التي يوجد فيها حرف الميم. هنا سوف نقوم بتجريد حرف الميم. م م موز. نمر نمر. قلم، هنا حرف الميم في آخر الكلمة. نجوم، حرف الميم هنا في آخر الكلمة أيضا. ألفظ ما يلي: ما مو مي ماما سامي. هنا عليك عزيز الطالب أن تضع دائرة حول حرف الميم وأن تضع دائرة حول الصورة التي يوجد فيها حرف الميم، مثل صورة مسطرة. ليمون ليمون. شمس شمس. معلمة معلمة. في ورقة العمل هذه عليك هنا أن تقوم بكتابة حرف الميم في أول الكلمة وكتابة حرف الميم في آخر الكلمة، مثل كلمة ثوم. ثوم هنا سوف تقوم بكتابة حرف الميم في آخر الكلمة. موز موز، هنا أيضا سوف تقوم بكتابة حرف الميم في أول الكلمة. لحم لحم، هنا حرف الميم سوف تقوم بكتابته في آخر الكلمة. ليمون ليمون، هنا أيضا سوف نقوم بكتابة حرف الميم في وسط الكلمة. في ورقة العمل هذه سوف تقوم أيضا بمراجعة، مراجعة الأحرف. وضع دائرة حول حرف الواو والياء والباء والسين وأيضا حرف الميم، وسوف تقوم بلفظ المقاطع بالمد الطويل والمد القصير، وأيضا سوف تقوم بكتابة الأحرف ومراجعتها التي تم أخذها.